السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة أنا معايا حتة قماش، يعني عندي حتة قماش قد كده متر ومتر ونص، هنعملها مع بعض شميز قط أو شميز يعني كم قصير ممكن تلبسي تحته معصم. عامة أنا لسه يعني تعليم خياطة، يعني ما بعرفش أمسك مقص ولا أي حاجة، بس هقصها معاكم كده وهنعملها مع بعض. ممكن تخيطها كمان على إيدك لو مش عندك مكنة. هنعمل البلوزة كده، نعملها كده نطبقها نصين اهي من ناحية العرض، على العرض اهو، على عرض القماش، يعني نطبقها 4/4. وهتساوي القماش كده بإيدك وتظبطيه كده، ما تخليش حته يعني ايه، يعني ساوي القماش كله ايه زي بعضه، نص على النص كده. احنا سوينا القماش. في حاجة بقى، لو انت عاوزة تعملي الشميز مفتوح من قدام هتقص الرقبة من هنا، لو هو مفتوح من قدام هتقص الرقبة من هنا، في هنا ناحيتين، ناحية مفتوحة، الناحية المفتوحة اتنين مفتوحين وواحدة مقفولة، وهنا يبقى الباط في الناحية المقفولة. لو انت هتعمليه مقفول يبقى العكس، يعني لو انت عاوزاه مفتوح من قدام يبقى هتقص الرقبة من هنا والباط من هنا، لو انت عاوزاه مقفول هيبقى العكس، هتقص الرقبه من هنا والبطن الناحيه التانية. انا هعمله مفتوح من قدام بسوسته من قدام، ممكن تعمليه بسوسته، تعمليه بكباسين، تعمليه بزراير، هعمله من قدام مفتوح. يبقى انا هقص الرقبه من هنا، هرص الرقبه من هنا والبطن من هنا، هنقصها مع بعض. طب هتقولي انا هاخد مقاسات ازاي؟ المقاسات ازاي؟ طبعا انت مش هتعرفي تاخدي مقاسات، انا عامه بجيب الحاجات دي، تجيبي فيديوهات من على النت شرح، يعني لو انت مش هتعرفي او بتجيبي فيديوهات من على اي نت من على النت، يعني حد يكون بيشرح تفصيل وتبص عليها. يعني انا عامه ما بروحش لحد وبجيب الحاجات دي من على النت، اي حد بيشرح حاجه ببص عليها وبعمل زيها. طب هتقولي هتاخدي مقاساتك ازاي؟ هتجيبي بلوزه عندك تكون مظبوطه عليكي بالظبط، وهتروحي تطبقيها نصين وتحطها على القماش كده ده، وهتقص على نفس البلوزة اللي عندك بالظبط، نفس الطول ونفس الباط وكل حاجة، هتظبطيها بس كده، تطبقيها نصين وتقص عليها. نظبطها اهي مع بعض. قلنا بقى يا جماعه ان انا هعمله مفتوح من قدام، لو مفتوح من قدام احنا قلنا هنخلي الرقبه هنا اللي هي الناحيه اللي فيها الناحيتين ناحيه مفتوحه وناحيه مقفوله، هتعملي الرقبه من هنا وهتعملي البطن من الناحيه الثانيه الناحيه المقفوله، لو هو العكس هتبقى الرقبه من هنا والبطن من الناحيه الثانيه. انا هقص دلوقتي الرقبه اهو يا جماعة. ترجمة
اهو ظهر معانا شكل الشميز. هقفله على ايدي مش على المكنه، يعني انا هقفله على ايدي اهو. اهو ادي شكل الشميز اهو، باين اهوت ان هو اهو ادي الشكل اهو. انا بقى هقفله على ايدي مش هقفله على المكنه، وهركب سوسته من قدام من هنا، وهعمل اللياقه، وهعمل بط قصير كده، او ممكن اعمله قط يعني زي ما انت عاوزه بكل سهوله. لا مقاسات هتحتاجي فيها مقاسات ولا متر ولا اي حاجه، بتقيسي على اي بلوزه عندك بالظبط. يا دي الشكل اهو، ادي الشكل اهو اهو، وهقفله على ايدي معاك اهو دلوقتي اهو. يا جماعه انا بقى هقفله على ايدي زي ما قلت لكم، هقفله على ايدي مش هقفله على المكنه. عملت الجنب ده، هعمل الجنب التاني زيه. انا هقفله، هقفل ده كمان اهو الجنب التاني، ولسه هقص الطول اللي انا عاوزاه. هقص على قد البلوزه اللي انت عاوزاها، نفس الطول اللي انت عاوزاه، وهتقصي وهاتني المرد من قدام عشان اركب السوسته، ويبقى خلص الشميز. اهو هاتني المرد اهو عشان اركب عليه السوسته، او اللي هتعمل عليه الزراير. هاتني اهو، هاتني الجنبين الناحيتين نفس الطريقة. طبعا انت ممكن تخيطي باللون البلوزة اللي انت عاوزاه، بس انا هقفله معاكم كده وبس. انا هرجع اعمله على هوديه لحد ممكن يعمله اوفر بتاع عشان اللون بس. يمكن تجيبي خيط نفس الحاجة اللي انت هتعمليها، نفس القماشة اللي انت هتخيطي بيها، وتقفليها على ايدك. هنقص اللياقة مع بعض. طبعا انت مش هتكون بتعرفي اصلا تقص اللياقة عشان ما بتعرفيش تخيطي، فهتجيبي البلوزة وهتقيسها على قد، تعملي زي اللياقة بتاعتها بالظبط، هتطبقي حتة القماش كده وهتاخدي بطول وتعملي اللياقة عادي. قصينا اللياقة، هنخيطها، نقفلها من هنا كده، ونقفل من هنا وهنا، ونرجع نركبها بقى في الشميز اللي احنا عملناه. انا ركبت السوستة ركبت السوستة خلاص. بس انت طبعا هو عاوز تضييق لانه واسع شوية، فهو عاوز تضييق. انت هتركبي وعاوز تضييق انا ركبت السوسته، هركب اللياقه واوريكم كده. طبعا انا مخيطه بلون مختلف عشان يبان ان انا اصلا عاملاه على ايدي، انما انت لو اتخيطي على ايدك ممكن تجيبي خيط نفس اللون. ركبت السوسته، انا ركبت السوسته اهوت، ركبي السوسته، ركبي السوسته عادي اهو اهو. هخلص هركب اللياقه، هتركبي اللياقه خلاص. بس هو طلع قط عشان القماشه صغيره مش كبيره، فهو طلع قط.
يا جماعة تانينا القماش، انا تانيت المرات عشان اركب السوستة، بس هقص هتقص بقى المقاس اللي انت عاوزاه، يعني انت حابة طويل هتقص، حابة قصير هتقص، الطول اللي يريحك انت. فعشان انا عاوزاه طويل فهقص ايه، هقص زي ما انا عاوزة كده على قد البروزة اللي انا عاوزاها، هنقص الطول بتاعنا زي ما انت عاوزة كده. هركب السوستة طبعا، انا بخيط على ظهر القماش. هركب السوستة اهي، انا عملت تانيت القماشة، تانيت المرادة عشان اركب عليه السوستة، وهركب السوستة. عامة انا بخيط على الظهر، يعني انت بتخيطي على الظهر مش بتخيطي على الوش. يعني هركب السوستة اهي، تركب السوستة معاكم. اهو يا جماعه انا قفلته، قفلته اهوت، قفلته على المكنه. انت ممكن توديه لاي حد عادي يعني براحتك، ممكن تقفليه على ايدك وبعد ما تقفليه على ايدك توديه لاي حد يعمله لك. اهو هو طلع قط، ممكن تلبسي تحته بادي بكم، تلبسي عليه بالرو زي ما انت عاوزه براحتك. يعني انت عاملاه بايدك، ممكن تعملي لبنتك، تعملي لنفسك. بقال يعني بقال لي قماش عندك، ممكن تعملي اي بادي كده انت عاوزاه، بتقصي على نفس المقاس البادي اللي انت عاوزاه وبتخيطيه، مش شرط تكوني بتعرفي تخيطي، يعني سهل وبسيط. ظهر اهو وده اهو،